الوضع في السودان والخارطة السياسية في السودان بدأت تتشكل وتتغير بشكل كبير جدا. الخريطة السياسية واللي بنعرضها لحضراتكم منذ بداية الثورة السودانية واللي كل يوم الأحداث فيها بتتغير، الأحداث في السودان بطبيعة الحال بتتغير بشكل سريع جدا، يمكن أسرع من إن احنا نتكلم عنها. الخريطة السياسية في السودان دول بعض الأجزاء أو بعض الأشخاص اللي بتدير وتتحكم في الخريطة السياسية، بعضهم معزول تم عزله بأمر الشعب، بعضهم أيضا تم توليته ثم استقال كذلك بأمر الشعب، بعضهم جاء بناء على طلب الشعب وبعضهم تم تعيينه، وآخرون من الخارج يحاولون أن يتحكموا في الثورة السودانية. والوضع في السودان ظهر مؤخرا فرد وبدأ يتصدر الأحداث، إنه الفريق محمد حمدان حميدتي. محمد حمدان حميدتي قائد قوات الدعم السريع واللي تقريبا دلوقتي بيتصدر المشهد قدام برهان وقدام كل الأشخاص اللي أنا عرضتهم لحضراتكم قبل كده. عايز أفكرك بحاجة، محمد حميدتي ده واللي كان في يوم من الأيام بيرعى الجمال وجاي من قبيلة بدوية فقيرة، واللي بدأ حياته كفرض تأمين للتجارة ما بين السودان وليبيا في القبيلة بتاعته، بعدها بشوية كون مجموعة لحماية التجارة، وبعد كده شارك في الحرب ضد المتمردين، فكانت مكافئته من النظام السابق في السودان ان هم عملوا له جهاز خاص سموه جهاز التدخل السريع. خرج علينا حميدتي واللي انضم للثوار او انحاز للثوار في بداية الثورة، ما جعل الثوار يهتفوا باسمه، خرج امبارح عشان يهدد الثوار ويضع السودان على طريق مصر، تهديد للثوار، طلب تفويض، تهديد بفض الاعتصام، كمان تلويح بأن هناك عصابات مسلحة موجودة داخل الاعتصام. لازم يجي هنا التفويض، لازم تكون مفوض من الشعب السوداني. فنحن الآن ملتزمين بالتفاوض، ملتزمين، لكن لا فوضى بعد اليوم، لا فوضى بعد اليوم، لا فوضى بعد اليوم. تفاوض زي ما قال عبد الفتاح السيسي وبصباعه، لا فوضى بعد اليوم، يعني الناس اللي كانت بتشبه قبل كده البرهان بعبد الفتاح السيسي، اعتقد الوضع دلوقتي بقى اكثر وضوحا من هو عبد الفتاح السيسي في السودان، هل هو البرهان ام حميدتي. حالة من الرفض الشعبي داخل السودان لخطاب حميدتي وكذلك لخطاب المجلس العسكري وتهديده للثوار. بدأ الثوار في الشوارع السودانية يعملوا متاريس، يحطوا طوب، يعملوا حوائط صادة حوالين الاعتصام خوفا من فض الاعتصام في أي وقت. وكذلك تجمع المهنيين السودانيين قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان خرج قال النهاردة الصبح: جماهير شعبنا الأبي إن محاولات التشبث بالسلطة والالتفاف على الكراسي بذريعة الحماية أو حفظ الأمن هي أسطوانة قديمة متجددة ولكنها مشروخة. ده كان البيان اللي خرج عن تجمع المهنيين السودانيين وكذلك قوى إعلان الحرية والتغيير. هاشتاج السودان يتصدر الترند من جديد وكذلك هاشتاج اعتصام القيادة العامة. دكتور أحمد مقلد بيقول: السادة الثوار جهزوا كاميرات تسجيل حول الميدان مستمرة ليل نهار، كاميرات مثبتة في كل أنحاء الاعتصام، نتمنى الأفضل لكن نخطط لأسوأ ما يمكن أن يحدث. بيقول كمان: البشير حين أمر بقتل ثلث الشعب فتنته السلطة، وهؤلاء أيضا يذوقوها لأسابيع وقد يقاتلوا من أجلها. هاشتاج السودان أولا، هاشتاج اعتصام القيادة العامة. ده كان كلام دكتور أحمد مقلد واللي بينصح الثوار إن هم يوثقوا ويصوروا الاعتصام خوفا من إقدام السلطة في السودان أو المجلس العسكري على فض الاعتصام. دكتور تاج السر عثمان بيقول: بدأت الإمارات فعليا باستهداف الشعب والتمهيد إعلاميا لاستباحة دمه في اعتصام القيادة العامة. بيقول كمان: يجب التمسك بالعمل الثوري السلمي ورفض الساحات وتجاهل الخلافات
ورفض الساحات وتجاهل الخلافات وسيتهاوى مخطط إسبرطة الصغير بسهولة. بيقول كمان فالشعب في أوج قوته وأدوات الإمارات في أضعف حالتها. جايب تويتا تم نشرها على سكاي نيوز عربية واللي بدأت تروج لمجموعة من الشائعات، منها السودان قتلى من عناصر الأمن في مواجهات مع المتظاهرين. يبدو أن أذرع الإمارات الإعلامية بدأت تلعب في الوضع في السودان عشان يتضح الصورة، من يدير المشهد، من يتحكم في المشهد، من يهدد الصور، من يحاول أن يعيد نموذج عبد الفتاح السيسي كما حدث في مصر ويقوم بفض الاعتصام في السودان.